ذره ومشروم بالمايونيز، ذره حلوه، مشروم زيتون اسود شرايح، فلفل اخضر مكعبات، احمر مكعبات، خيار مخلل، مايونيز، زبادي، عصير ليمون، شبت اخضر وفي شبت احمر، وملح وفلفل. طيب والنبي يا استاذ جمال افندي، خاص مفيش. طيب خاص عندي اهو، ما تقول لي عندك يا اخي، لعبني علي. قال عبي بدي بالي بالك. ها سبحان الله، لا اله الا الله، يا راجل يا بركه. هو ده يا ام حبيبي ده، اشمعنى ده؟ ايوه اشمعنى ده؟ طيب هنغني ولا هنشتغل بس؟ ما تخلاش نحرف على اخر الزمن. كمل بقى. قمر الليالي. هتحبسنا ان شاء الله. بحب الخصائص الحلوه دي. صلى على النبي. طيب هنا بقى نعمل ايه بقى يا سيدي؟ قولي انت بقى. لا مش حافظ. ده سويت كورن، خيار مخلل، فلفل الوان، شبت حبيبي، شبت روحي، شبت قلبي. نعم يا فندم. وكده هنعمل الدريسنج بتاعنا. طيب هنا خل وليمون. امال ايه؟ مش بقول لك لسه بدري عليكم؟ زيت زيتون. ملح وفلفل. اكتب يا اختي، كاتب كتابك ان شاء الله يا رب. وتالت يا اختي، ادي ملح فلفل كده، ده خلاص. سلكشن ايه بقى؟ اهو حبة الخلطة دول. الاكلة دي جميلة جميلة جميلة. حبة السلطة دول غنية وجميلة، فيها كل العناصر الغذائية. حبيبي يا سيدنا محمد، نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.